بص يا جماعة، أنا هقولك لو سمحت، مش هقولك بقى وأتكلم وأقولك اسمعني والكلام ده وأقولك أنا راجل بفهم، لأ، أنا هقولك لو سمحت، أنت كزملكاوي، كزملكاوي، بكلم الزملكاوية بس، عشان الأهلاوية ممكن فيهم ناس مش هتعارضني في الكلام، بس أنا عايز أتكلم مع الناس الزملكاوية اللي طالعة تقول أنت بتتكلم على أحمد زيزو وبتقطع في أحمد زيزو، أنا مش بقطع، أنا الراجل بحبه، والراجل أفضل لاعب في مصر. ما نختلفش يا جماعة، أفضل لاعب في مصر، بس أنا في نقطة بتكلم فيها وعايز حد يفهمني. أنا دلوقتي بتكلم مثلا، هقول عايز أحط تشكيل منتخب مصر أمام منتخب قوي زي فريق زي منتخب الجزائر، زي منتخب نيجيريا، زي منتخب السنغال، زي منتخب الكاميرون، المنتخبات القوية. أول حاجة هعملها هحط ثلاثة نص ملعب، ثلاثة جامدين قوي وموجودين في المنتخب. طيب لو هنحط التشكيلة بتاعت منتخب مصر أمام أي منتخب قوي هنعمل إيه؟ هنحط عندك عبد المنعم، علي جبر، عمر كمال أثبت نفسه بشكل رائع والراجل ماشي كويس قوي، هنحط فتوح باك ليفت. طبعا أنا حطيت فتوح أهوت زملكاوي، وحطيت عمر كمال، وما حطيتش محمد هاني لاعب النادي الأهلي، لاعب باك رايت النادي الأهلي، حاطط واحد يعني بعيد خالص عن أهلي وزمالك. تمام، حاطط علي جبر بيراميدز، يعني حاطط علي جبر بيراميدز، كان من باب اولى احط اي حد من النادي الاهلي. لو انا بقى ايه عنصري زي ما انتم بتفكروا يا زملكاويه، كان من باب اولى احط مدافع اهلاوي. بص هنحط حمدي فتحي، هنحط النني وايه وامام عاشور، يعني هنحط حمدي فتحي والنني وامام عاشور قدامهم عشان تقفل بتفندر ويبقى عندك هاف ديفندر، يبقى عندك اتنين هيقدروا واحد يروح تحت الفراوده وهيقدروا ان هم يغطوا ورا الهافات ويغطوا ورا الباكات. حلو، تعال بقى على الثلاثه اللي قدام، على الثلاثه اللي قدام وركز معايا قوي. محمد صلاح ده ما حدش يقدر يقعده في الهاف رايت، ما حدش يقدر يقعده. مصطفى محمد برضه نفس الشيء، مهاجم، ما فيش عندك مهاجم بالقوه دي ولا بالمهاره دي غيره. مصطفى محمد زملكاوي، مصطفى محمد زملكاوي طبعا، يعني ولا قلت محمد شريف ولا قلت اي، لان الراجل اثبت نفسه والراجل فرود محترم معروف. تمام، ناحيه الشمال بقى هتحط مين؟ ناحيه الشمال طبعا هتحط يا مرموش يا تريزيجيه، وده اي حد هيقول لك يا مرموش يا تريزيجيه. تمام، فين بقى افضل لاعب في مصر؟ احمد زيزو. انا مش بقطع في الراجل، بس هي دي الحقيقه يا جماعه، افضل لاعب في مصر مش عارفين نحطه في تشكيل منتخب مصر الاساسي. واحد يجي يقول لك ايه، طيب لما نسيب الجناح الشمال ده مثلا ونلعبه تحت المهاجم، هتلعبه تحت المهاجم، لما بنيجي نلعبه تحت المهاجم وما يبقاش موفق، بيطلع زملكاوي يقول لك انت بتتكلم عليه ازاي، ده الراجل بيلعب في مركز غير مركزه. فيا جماعه نستوعب، فانا عايز اقول لك ان دي كارثه من كوارث الدوري المصري، ان افضل لاعب في مصر مش عارف يلعب وسط المحترفين ولا عارف ياخد مكان مع منتخب مصر. يا رب تكون الرساله وصلت وتفكر بعقلك وما تبقاش غشيم. السلام عليكم.